جامعة ذمر ثورة طلابية للمطالبة بعودة الدراسة وإقالة الفاسدين. إشهار مجلس أسر شهداء الجيش والأمن ومطالب بالقصاص من القتلة. أسعد الله أوقاتكم. كرم طلاب كلية الشريعة الدفعة 39 مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن علي محسن صالح، وذلك تقدير لجهوده في دعم الشباب. وقال طلاب دفعة حماة العدالة وبناء الدولة القانون وبناء دولة القانون أنهم سيكونون رافدا للوطن، مثمنين دور اللواء علي محسن في الثورة الشبابية. من جانبه أشار مستشار رئيس الجمهورية إلى واجب الشباب في نهضة اليمن والرقي بها إلى مصاف الدول المتقدمة. شهدت جامعة ذمار تظاهرات طلابية غاضبة احتجاجا على استمرار توقف الدراسة منذ أشهر، وقاموا بإغلاق بوابة الجامعة الرئيسة لساعات في خطوة تصعيدية جديدة تنذر بعودة قوية لفعاليات الثورة الطلابية التي اندلعت بالتزامن مع الثورة الشبابية السلمية والمطالبة بتطهير الجامعة من الفاسدين. نتابع المزيد. أغلقت جامعة ذمار من قبل طلاب كلية الهندسة بسبب ما تشهده الجامعة هذه الأيام من وقفات احتجاجية لهم والمستمرة لأكثر من 3 أشهر للمطالبة باستئناف الدراسة المتوقفة منذ أشهر. خامس سبب خروج الطلاب اليوم لإغلاق الجامعة كان نتيجة لعدة انذارات تلقتها إدارة الكلية ونتيجة لعدة احتجاجات داخلية ولم يلقى لها أي بث. لم نجد أي تجاوب من قبل لا رئيس جامعة ولا أي واحد مسؤول في الجامعة هذا. مطلبنا مش ندرس. يشكو طلاب كلية الهندسة من تجاهل متعمد من قبل رئاسة الجامعة لمطالبهم وعدم التجاوب معهم نهائيا لإنهاء الإضراب المفتوح لأعضاء هيئة التدريس بالكلية منذ بداية شهر 3 وحل مطالب هيئة التدريس والمتمثلة بحل الأوضاع المتردية في الكلية من التعيينات العشوائية وعدم وجود تقويم أكاديمي وغيرها من المطالب التي جاءت في بيان هيئة التدريس. الاحتياجات الطلابية هي أساسا في الكلية بسبب العجز التدريسي، عدم جاهزية الكلية، عدم توفر المعامل على الوجه المطلوب، المراسم في الكلية غير متوفرة، الازدحام في القاعات، مما أدى يعني إلى وقوف أعضاء هيئة التدريس أول شيء، والمتضمن هو التخبطات أو التعيينات العشوائية من قبل رئاسة الجامعة في الكلية، عدم صرف مستحقات الكلية كما يجب من النظام الموازي. وقد حمل رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس الدكتور أحمد يفاعة هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مسؤولية عدم البت في قضايا الفساد المعروضة لديها والتي سببت الكثير من الإشكالات على مستوى الكلية والجامعة. قضايا معروضة على هيئة مكافحة الفساد، هنا قضايا معروضة على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في جامعتنا وغيرها، ولم يتم البت فيها ولم يتم تغيير أحد. يعني إحنا مثلا كنقابة نريد أن تقول لنا الجهات المعنية هل ظهر فساد أم لا، وإذا في فاسد شيلوه. مناشدات لرئيس الوزراء ووزير التعليم العالي بحل مشاكلهم وتضامن طلاب الجامعة مع طلاب كلية الهندسة وسط مطالبات للطلاب باستمرار إغلاق الجامعة وتعطيل الدراسة حتى يتم حل مشاكلهم. يوسف العزري، قناة سهيل، محافظة ذمار. رصدت عدسة قناة سهيل لحظة تشغيل التيار الكهربائي لأول مرة لعدد من مناطق مديرية عرماء بمحافظة شبوة، واعتبر المواطنون
دخول التيار الكهربائي إلى منطقتهم بأنها تمثل لحظة فاصلة بين زمن الظلام الذي حرص النظام السابق على إبقاء المديرية فيه وبين زمن النور الذي تحقق للمديرية بفضل التغيير وثورة 11 من فبراير 2011. كما شكر المواطن وكل من ساهم في إخراج المشروع إلى حيز الوجود، كما دعوا السلطة المحلية بالمحافظة إلى سرعة إدخالهم ضمن شبكة التيار الكهربائي العمومي. افتتاح الكهرباء لمنطقة الحرة مديرية عرماء، حيث تعتبر هذه خدمة الكهرباء من الخدمات المفقودة في المديرية، ولكن الحمد لله بفضل الجهود المبذولة من قبل أهالي الكهرباء. طبعا هي الخدمة أهلية، الكهرباء أهلية في المحافظة في المنطقة في مديرية عرماء، وبفضل الجهود أخواننا المسؤولين في شركة الكهرباء في مديرية عرماء سيتم اليوم الافتتاح الأول للكهرباء في المديرية في المنطقة الحرة وعزان وحوارة والمناطق المجاورة لها. يعتبر هذا المشروع مشروع خير لأهالي المنطقة خاصة، حيث يفتقدون الكهرباء منذ فترة طويلة ويعتمدون على المواطير في الكهرباء، ولكن بفضل الله وبفضل الجهود المبذولة يتقدم أهالي منطقة الحرة بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاز هذا المشروع وإقامة الكهرباء في المنطقة. عقدت منظمة يمنيو المهجر اليوم بصنعاء ندوة عن حقوق المغتربين في الدستور اليمني الجديد. الندوة شارك فيها عدد من الأكاديميين والقانونيين والصحفيين، وهدفت إلى الخروج برؤية عن مضمون الحقوق والواجبات الخاصة بالمغتربين اليمنيين التي يجب أن يتضمنها الدستور الجديد من خلال تقييم الدستور المعمول به حاليا والاطلاع على مواطن القوة والضعف فيها، إضافة إلى عرض عدد من التجارب العربية في بناء الدساتير وكيفية تعاطيها مع المغتربين وتقديم توصيات ومقترحات بذلك للجنة صياغة الدستور القادمة. أردنا من خلال هذه الندوة إيصال رسالة لصناع القرار وللجنة صياغة الدستور بأن المغتربين اليمنيين شركاء لهم، وينبغي أن تضمن حقوقهم في الدستور الجديد وألا يتم تجاهلهم كما تم تجاهلهم في الدساتير السابقة. أعتقد أن أشياء كثيرة يفتقر إليها المغترب من منطلق حقوقي، وبالتالي حتى في أغلب الدساتير العربية يتم التركيز على الحقوق السياسية، حق التصويت والترشح وكذا، لا، هناك حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وفي حقوق إنسانية، يعني كإنسان هو حقوق إنسان، فالمغترب حقيقة لدينا في اليمن تحديدا ما يحظى بهذه الحقوق ولا هذه الخدمات. وأكبر دليل المنافذ، عندما تذهب إلى المنافذ تجد تعامل لا آدمي تماما معهم، وهذا طبعا انتهاك لحقوقهم. نعم، وهذا ما حرصنا أن نضمنه في الأوراق العمل الثلاث للخروج بتوصيات لإيصالها إلى لجنة الصياغة من أجل صياغتها في نصوص دستورية، لأن النصوص الدستورية هي الأقوى باعتبار الدستور هو الوثيقة العليا في البلد، ومن ثم ممكن يفسرها في قوانين تخدم هذه النصوص. أشهر اليوم مجلس أسر شهداء الجيش والأمن الذي أسسته مجموعة من أسر شهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية، وذلك بهدف إيصال أصواتهم ومطالبهم للجهة المعنية. وشدد المجلس على أهمية حصول أبناء الشهداء على كامل حقوقهم وبما يليق بتضحيات ذويهم الذين قدموا دماءهم رخيصة من أجل الوطن، ومطالبين باعتماد يوم للشهيد وبفتح التحقيقات الشفافة لكشف ومحاسبة جميع المتورطين والمسؤولين عن الهجمات والحروب العبثية التي أدت إلى تيتم أسرهم وفقدان الوطن لخيرة أبنائه. كما دعا المجلس كافة أسر شهداء الأمن والجيش التي لم تسجل بياناتها بعد إلى الإسراء بالتسجيل في المجلس أو عبر المندوبين الذين ستعلن أسماؤهم بالصحف الرسمية. طالب القيادة السياسية والجهات الرسمية بالآتي: أن يتم تكريم وتعويض أسر الشهداء، وأن يفتح التحقيق الشفاف المنصف في أسباب مقتلهم، ومحكمة المسؤولين عن قتلهم،
إن والدي وشهداءنا الأبطال قدموا أغلى ما يملكون فلنقدم لهم ما يستحقونه من التقدير واعتزاز وإكبار، فهم أوسمة الفخر في بلادنا الحبيب. أتلفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بالحديدة 4400 كيس من الدقيق الأبيض المخالف للمواصفات القياسية المعتمدة. وبحسب الهيئة فإن التقارير المخبرية أظهرت إصابة المنتخب بإصابات حشرية وبالعفن والفطريات وتغير صفاته الحسية. وتم الإتلاف بحضور مندوبي هيئة المواصفات ونيابة المخالفات وجمارك ميناء الحديدة والحجر النباتي. عقد في مبنى مؤسسة الكهرباء بالحديدة اجتماع مع الشركة الصينية للطاقة، وذلك لمناقشة دراسة بناء محطة توليد بقدرة 150 ميجاوات. كما شارك في الاجتماع ممثل عن شركة صينية أخرى ستتولى تنفيذ محطتي تحويل الطاقة التي تغذي المحافظة. وبعد الاجتماع توجه أعضاء الشركة مع إدارة مؤسسة الكهرباء إلى مبنى محافظة الحديدة والالتقاء بقيادة السلطة المحلية بالحديدة وشرح مفصل العمل الذي ستقوم به الشركة. من جانبه رحب محافظ المحافظة بالشركة الصينية معبرا عن شكره للصين لتعاونها الدائم مع اليمن، وأبدى تعاون السلطة المحلية مع الشركة في تنفيذ مهامها. أشهر أبناء مديرية عرما بمحافظة شبوة تكتلا شبابيا تحت مسمى تكتل شبابي بلعبيد. وفي المهرجان الخطابي الذي حضره العديد من الشخصيات الاجتماعية وأبناء المديرية، دعا القائمون على التكتل أبناء مديرية عرما وقبائل بلعبيد لتوحيد الصف لنيل مطالبهم المشروعة من الشركات المستثمرة في أراضيهم بطرق سلمية وحضارية تليق بأعراف وأسلاف أهالي المديرية التي لا تعرف لغة التقطع والتخريب. وفي البيان طالبوا محافظ المحافظة والسلطة المحلية بالتجاوب مع مطالب المديرية الحقوقية وإعطاء المديرية أولوية في العمالة بالشركات الاستثمارية في مديرياتهم والمشاريع الخدمية. نظم العشرات من موظفي التربية والتعليم المعينين منذ العام 2011 وقفة احتجاجية أمام مكتب التربية والتعليم في عدن للمطالبة بسرعة إنجاز أرقامهم المالية لدى وزارة التربية وتسليمها لوزارة المالية، معلنين عن بدء الاعتصام المفتوح لهم. وقال مشاركون في الوقفة أنها تأتي في اليوم الأخير للمهلة التي وضعوها للسلطات الحكومية ووزارة التربية والتعليم لمعالجة قضية التسوية الوظيفية لكم. وذكر المشاركون أنهم سيواصلون اعتصامهم المفتوح حتى يتم الانتهاء من وضع أرقام مالية لتسوية أوضاعهم أسوة بزملائهم الموظفين في 2012. ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة شبوة في اجتماعه اليوم برئاسة وكيلي المحافظة فهد سالم الطوسلي وناصر محمد القميشي القضايا والتقارير المدرجة في جدول أعماله. وتطرق مدير عام شرطة شبوة العميد عوض ذيبان في تقريره المقدم للاجتماع إلى طبيعة الأحداث الأمنية التي شهدتها عاصمة المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة ما يتعلق منها بسرقة السيارات، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من استعادة 6 سيارات، فيما تواصل جهودها حاليا لاستعادة سيارة مدير البنك المركزي ومتابعة وضبط المتورطين في سرقتها، فضلا عن تمكنها من ضبط 19 متهما بارتكاب جرائم وجناح متنوعة. بدوره أرجع مدير كهرباء شبوة أحمد الحامد أسباب انقطاع التيار الكهربائي في عتق إلى انتهاء العمر الافتراضي لخدمة خطوط نقل الطاقة بالمدينة وزيادة الأحمال عليها، مطالبا بسرعة التدخل وبصورة عاجلة والعمل على إعادة لشبكة الكهرباء بالمحافظة. وشدد تنفيذي شبوة خلال مناقشة تقرير مكتب الغاز بالمحافظة على ضرورة وفاء الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بالتزاماتها تجاه حماية المواقع الأثرية التي تقع على جانبي خط أنبوب الغاز التي يتجاوز عددها 150 موقعا.
برعاية وزير المياه والبيئة. وضمن فعاليات اليوم العالمي للمياه 2014 نظمت الهيئة العامة للموارد المائية فرع صنعاء الاحتفالية الخطابية واللقاء الموسع لجمعيات مستخدمي المياه. وأكد صالح المنصر وكيل محافظة صنعاء أن تزايد الطلب على المياه العذبة والطاقة خلال العقود القادمة تمثل تحديا كبيرا وإجهادا للموارد في جميع المناطق، داعيا إلى تضافر الجهود في توفير المياه العذبة لكل محافظات اليمن بخطط مستقبلية تحفظ الماء والطاقة وتستغلهما أفضل استغلال لمصلحة الإنسان. شهدت قاعة المركز الثقافي بمدينة إب المهرجان الرابع لليتيم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لليتيم. نظمته مؤسسة الرحمة الخيرية للتنمية، وألقيت في الحفل العديد من الكلمات والفقرات الفنية والخطابية التي أكدت في مجملها على ما تحمله هذه المناسبة السنوية من دلالات إنسانية واجتماعية لشريحة الأيتام. حضر المهرجان قيادات السلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية ووفود عربية وإسلامية مشاركة والجهات الداعمة وجمع غفير من المواطنين والمهتمين بالعمل الخيري والإنساني. أقامت منظمة رواد البناء والتنمية مع مؤسسة إنسان بالحديدة حفلا فنيا وخطابيا بمناسبة اليوم العالمي لليتيم تحت شعار خلوني أفرح. رئيس مؤسسة إنسان سالم بافقيه شكر رجال الخير على دعمهم للمشاريع التي تهتم بالأيتام والأحداث. كما ألقى رئيس منظمة رواد البناء والتنمية الأستاذ نبيل مقبول كلمة طالب فيها رجال الأعمال ورجال الخير إلى الاستثمار في مجال تأهيل الأيتام كونهم من أهم الشرائح الاجتماعية المربحة في الدنيا والآخرة. أقامت جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية بالتعاون مع جمعية مجزر الخيرية بمارب مهرجانا جماهيريا احتفاء بيوم اليتيم العربي. وفي المهرجان أكد أمين عام جمعية مجزر على أهمية رعاية اليتيم باعتبارها فريضة على جميع القادرين، موضحا أن جمعية مجزر تكفل 93 يتيما ويتيمة من أبناء المديرية. برعاية محافظ مارب رئيس المجلس المحلي تنظم جمعية أجيال مارب للتنمية ندوة حوارية حول مشروع التوعية المجتمعية للأنظمة السياسية ومبادئ الدستور ضمن مخرجات فريق بناء الدولة، وتستمر لمدة يومين. وفي حفل الافتتاح أشار وكيل محافظة مارب علي الفاطمي أن الكل يتابع تطورات المشهد على مستوى الوطن، داعيا كل القوى السياسية وكافة أبناء الشعب اليمني إلى الوقوف جنبا إلى جنب للخروج بالوطن إلى بر الأمان عبر تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإعلان دستور الجمهورية في إطار الأقاليم الستة. واستعرض رئيس جمعية مارب التنموية ناصر مهتم برنامج المنتدى الحواري وأهدافه المتمثلة بشكل الدولة والأنظمة الانتخابية. من جهته أكد مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة على أهمية الندوة للخروج برؤية تخدم المجتمع الماربي والوطن. أقيم اليوم في المركز الثقافي حفل الذكرى 14 لرحيل زيد مطيع دماج، الانبهار والدهشة، الكتابة فعل حرية. وقد أكد الدكتور عبد العزيز المقالح أن دماج الأديب المنتمي إلى جيل الصبر والمعاناة، جيل التنوير والحرية والتطلع نحو حياة كريمة وخالية من القمع والحقد والتخلف، جاء من زمن التحولات العظيمة وأنتج الرهينة كتابا تعتمل فيه الحرية، ونقل واقعا كانت الحرية فيه سيدة الموقف. وقد تناولت الرواية في خطابها الدلالي قضية إنسانية لحقبة تاريخية محددة بالحكم الإمامي في اليمن. الجدير بذكر أن الرواية ترجمت إلى اللغة الفرنسية وأثبتت جدارتها عالميا وعربيا.
تم اليوم إشهار المرصد الثقافي لحقوق العمال والحريات العامة في العاصمة صنعاء كخطوة أولى في سبيل تعزيز الحقوق المهدورة للعامل اليمني. ويهدف المرصد لنشر ثقافة حقوق العمال والتوعية بها ورصد الانتهاكات والتجاوزات التي تعترض البعض منهم، وكذلك دعم قضايا المرأة العاملة والعمل على دراسة ظاهرة عمالة الأطفال ومتابعة أوضاع العمالة المهاجرة. يأتي هذا الإشهار في الوقت الذي تشير فيه بعض الإحصائيات إلى ارتفاع نسبة عمالة الأطفال بشكل ملفت، إضافة إلى تفاقم الانتهاكات بحق العامل اليمني في المهجر. ختام النشرة تذكير بأهم ما ورد فيها من أنباء. جامعة ذمار ثورة طلابية للمطالبة بعودة الدراسة وإقالة الفاسدين. إشهار مجلس أسر شهداء الجيش والأمن ومطالب بالقصاص من القتلة. للمزيد مشاهدين بإمكانكم متابعتنا على موقع القناة سهيل.net أو التواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر. نلقاكم بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله.